كله بسبب مسلسل الكاسر، امرأة تضرب زوجها وتفتح راسه بواسطة الطاوة بسبب تكرار مشاهد رقص أمان علاء ومسلسل الكاسر، وهي ردت أمان علاء وقالت تجيك التهايم وانت نايم. وين نايمة بالضبط؟ وعاجل الآن انتشار أمن مكثف حول قناة يو تي في أو المكتب الرئيسي لقناة يو تي في خوفا من مظاهرات وحرق القناة. ما ذكرنا هو هنا قبل لا ينعرض من الأساس أنه هو خيالي فانتازي من وحي الكاتب، ما يمثل أي منطقة موجودة بالعراق، أي منطقة ريفية حضرية جنوبية شمالية غربية، ما يمثل نهائيا أي مكان، هي مجرد حتوتة حلوة. وإحنا دا نحكي عراقي لأن إحنا ممثلين عراقيين مقدمين هذا العمل بدون القصد أنه نستهدف منطقة معينة، إضافة إلى أنه العمل مثل ما أنتم شفتوه أصلا ما بأي إساءة لأي شيء، حتى لو كان أصلا مستهدف أو دا يعبر عن جهة فهو العمل طبيعي جدا، وما بي يعني إساءة أو شيء ما موجود أو ذكرناهم أو سلط الضوء على مشاكلهم أو على مظلوميتهم، فهذا ما يسيء لشيء. إحنا يمكن بس نذكر إنه هاي الفئة موجودة وهاي الشريحة موجودة على الأقل بخيال الكاتب على الأقل. فشكرا جزيلا دراسته بشكل صحيح والبحث فيه، خصوصا إنه عملنا فني بحت وأكو جهات ورقابة شافت النص وشافت العمل قبل ما توافق وتقر بعرض هذا العمل. فنتمنى إنه ومثل ما وعدكم افوز قنوات بسبب دعمها. اليوم فازت ويانا قناة لوعة الحوراء، قناة خرافية علقت بالفيديو السابق وفازت، مبروك عليها الدعم. اذا تريد انت تفوز ايضا بالدعم ما عليه غير انه تنزل على قسم التعليقات تلقى قناة لوعة الحوراء موجود بالتعليق المثبت، تروح تشترك بها وتكتب لها تعليق حلو من طرف المميز وراح تفوز ويانا بالحلقة الجاية. هذه الشروط راح تصعد بها قناتك، اسوي لك دعم اصعد قناتك وعلمك شلون تحقق ارباح من اليوتيوب وتعتمد على نفسك بخطوات كلش بسيطه. اشترك بقناة لوعة الحوراء وراسلني على حساب الانستغرام الموجود بالتعليق المثبت، ترى اقرا كل تعليقاتكم.